نشرة الأخبار رئيسة من التلفزيون الجزائري. أهلا بكم مشاهدين وتتابعون في النشرة. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يعزي أسرة شهيد الواجب الوطني حافظ الشرطة هواري عبد الرحيم عبر حسابه الرسمي على تويتر. اعترافات للمشتبه بهم في قضية تكوين شبكة إجرامية تحريضية تحاول ضرب مؤسسات الدولة من خلال فبركة وتزييف المعلومات وتسريب التقارير وفق جندات أجنبية معادية. نماذج ناجحة لمشاريع استثمارية منبثقة عن النوادي العلمية في المنتدى الأول للشباب بجاية، ودعوات إلى ضرورة إشراك الشباب في مسيرة البناء. الناخب الوطني للمحليين يؤكد جاهزية اللاعبين بدنيا ونفسيا لخوض المباراة الودية أمام منتخب غانا غدا تحضيرا للشان. والتلفزيون يرصد ترحيب الأنصار بضيوف الجزائر. إنتاج وافر للحمضيات بعنابة بفضل سياسة توسيع المساحة المزروعة. وبتيبازا 800,000 هكتار من مشات للفراولة تغطية للسوق المحلية وتوجه نحو التصدير. وبين السياحة الحموية والجبلية مقومات ومنافع طبيعية بحمام قرقور بسطيف. وبالحضيرة الوطنية لتجد مناظر ساحرة وخدمات راقية. بكم إلى التفاصيل. بداية، بعث رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون عبر حسابه الرسمي على تويتر معزيا أسرة شهيد الواجب الوطني حافظ الشرطة هواري عبد الرحيم، حيث كتب: إن لله وإنا إليه راجعون. رحم الله شهيد الواجب الوطني حافظ الشرطة هواري عبد الرحيم وأسكنه فسيح الجنان. تعازي الخالصة لأسرة فقيدنا وأسرة الأمن الوطني كفة. إن لله وإنا إليه راجعون. تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بتفعيل البرامج التنموية بالولايات المستحدثة، التقى أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد على هامش زيارة العمل والتفقد إلى ولاية إنجزام، التقى بممثلي المجتمع المدني حيث استمع مطولا إلى انشغالاتهم ودعا إلى ضرورة مساهمة الجميع في تجسيد البرامج التنموية المخصصة للولاية. المزيد مع محمد برمكي. زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لولاية إنجزام حملت في محطات الزيارة إشارات قوية من أجل إشراك الولاية الفتية ضمن استراتيجية الإقلاع الاقتصادي الوطني، زيارة توجت في الأخير بلقاء مع المجتمع المدني الشريك الأساسي في توجه الجزائر الجديدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة. هذا الوزير ماذا بنا لو كان زرت لنا العيادة المتعددة الخدمات عين قزام فيما سابق مستشفى 120 سريع التي تعاني وتستقبل 14 ولا 18 ألف نسمة عين قزام والبر والروح التي تأتي من نيجر ومالي. هذا هو اللي طالبين منكم احنا. وزيادة المازوت، المازوت أول سنتراك فتحت في عين قزام نتاع الدولة. والمزيد نتاع هذاك اللي كان نتاع الدولة هو اللي راهو يشيل سنتراكات أربعة هم. تعددت إذن مواضيع المداخلات وتنوعت مجالاتها. مناقشات مباشرة مع الوزير أبدى الجميع ارتياحه تجاهها. نقطة ثانية اللي أثرتموها كلكم هي الطريق. الطريق رقم واحد. إذن اللي يجي من طامراست إلى إنجزام وحدة بعد طامراست إلى مناطق أخرى. هذا مشكل كبير ومشكل عويص ومن طبيعي وخاصة عندما تكون ربما الأشغال تاع إنجازه ما احترمتش يعني قواعد الإنجاز. أنا رانا بغينا نوجهوا ما بقاوش حنا غير نشوفوا للشمال، نشوفوا الجنوب تاعنا ونشوفوا البلدان الإفريقية وتكون تبادلات. الطريق لازم تكون، باش تكون تبادلات لازم تكون طريق. إذن هو لقاء مع المجتمع المدني لولاية إنجزام الولاية الحدودية، لقاءات من شأنها وضع النقاط على الحروف من أجل تنمية حقيقية ومستدامة.
هذه الآن مقاطع من اعترافات للمشتبه بهم في قضية تكوين شبكة إجرامية تحريضية لضرب مؤسسات الدولة عن طريق التعامل مع موقع إلكتروني معاد من خلال فبركة وتزييف المعلومات وتسريب التقارير الإدارية وفق أجندات أجنبية معادية وانتهازية تسعى بكل الطرق إلى المساس بمصلحة الجزائر. يتآمرون على بلدهم، يكيدون المكائد ويدسون الدسائس. قوات الأمن الوطني بكل مصالحها تضرب مرة أخرى وبيد من حديد. 16 شخصاً في قبضة الأمن الوطني يشكلون شبكة إجرامية تحريضية تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن وضرب مؤسسات الدولة عن طريق الدعايات المغرضة ونشر الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي. بعض عناصرها لا يزالون ينشطون خارج الوطن تحت غطاء الموقع الإلكتروني الجيغي باخت. مدخل على صفحة فيسبوك من إيميل كوجي كريه لها يسابق الجيري بارت بركم لكن خزي 1500 أورو فأنا نعطيك نصي بساعة كونديسيون كيما نعطيه لك كيما تخرج أعطيك لك سي لافير لافارج جيت اسمها لافارج جيت سي لو دوسي تاع لافارج بون في الخدمة ما نكذبش عليك ما عرفوش بلي أنا اللي كنت ندير تاع هما شكوا مش فيش أنا والله نكذب عليك تجبد بالك لي ستوري مع عبدو صماء. المصالح والطموحات اللامحدودة تعدت إلى اللاشرعية بنسج خيوط وعلاقات مع أصحاب المال والنفوذ للاستفادة من الامتيازات الخاصة، وعقيدة هؤلاء مصالح يحركها سلطان المال والنفوذ، والتطبيل يكون لمن يدفع أكثر على حساب مصلحة الوطن. أما منابع التمويل الخارجية فمصدرها دول معروفة بمواقفها العدائية لكل ما يرتبط باسم الجزائر. qui travaille avec les frontières algériennes quand il le faut et des informations plus. Doucement, des fois, fait passer des informations qu'il ne veut pas faire passer par le parti, il fait passer ça, il n'a pas la même chose. Il publie les. الأمن الوطني بمختلف مصالحه العملياتية يقفون لهم بالمرصاد دون هوادة ويضربون في كل مرة بيد من حديد لكشف انغماسهم في مستنقع العمالة والمؤامرة لشل مخططاتهم المخزية. شريط الاعترافات وتفاصيل القضية تتابعونها كاملة عقب النشر عبر قنوات التلفزيون الجزائري. تحت شعار مستقبل وشباب مقاولاتية حقيقية ومواطنة فعالة، نظم المجلس الأعلى للشباب بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لولاية بجاية المنتدى الأول للشباب فرصة للتعريف بأفكار ومشاريع الشباب المنبثقة عن النوادي العلمية ودعوتهم إلى الانخراط في الحركة الجمعوية للمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية الوطنية. محمد عياشي والتفاصيل. ياسمين هي رئيسة لنادي اقتصادي جامعي الذي شارك في تنظيم هذا المنتدى بهدف تشجيع ريادة الأعمال وتحفيز روح المقاولاتية. المنظمين كاع اون دي ميليتون اسوسياتيف، كاع عندنا انتماءات لجمعيات، نوادي علمية، ليزورغانيزاسيون، منظمات اكسيتيرا. الهدف جوستومون لو بوت سي دو فير اونتوندر لا فوا دو لا جونيس، سي نوصلوا صوت الشباب الجزائري. نعطيو لي زيدي لي جان والرول مومون اسوسياتي باسكو راني نشوفوا دوكا الشباب منعزل شويه على المجتمع المدني على الجمعيات، حنا موتيفيه كيفاش يولي الجمعيه وشنو الدور تاعو في الجمعيه ونوري له الكوفيرنونس اسوسياتيف كيفاش يدير بروجي اسوسياتيف كيفاش حنا نلقاو المجتمع المدني هو البيلي للمجتمع. بور سو بريباري بور لا في بروفيسيونيل كي نروحوا للخدمه نكونوا واجدين على بالنا ديجا واش كاين. اقبال عدد معتبر من الشباب ورغبتهم في اكتساب الخبره والمعرفه يبرز مدى وعي الشباب وجاهزيتهم.
وإن شاء الله راح تكون البداية لمنتديات أخرى في ولاية الجزائر عامة، راح تهم كاع الشباب وراح توجههم نحو الأفضل إن شاء الله وتفتح لهم أفاق مستقبلية إن شاء الله. أعضاء المجلس الأعلى للشباب في كل الولايات ينظمون جلسات شبابية، الغرض منها هو فتح نقاش جاد ونقاش جريء مع شبابنا حول مختلف القضايا المتعلقة بالشباب. اليوم في بجاية اجتمع معنا 150 شاب لرسم خارطة الطريق لكيفية الاحتكاك بشبابنا في كل الولايات، وكلها جهود تصب ضمن مساعي إشراك الشباب في مسيرة التنمية الوطنية. إلى الحدث الرياضي القاري، كأس أمم إفريقيا للمحليين التي ستحتضنها الجزائر بداية من 13 جانفي الجاري، حيث كشف الناخب الوطني للمحليين مجيد بوغرة في ندوة صحفية اليوم أن اللاعبين في أتم الجاهزية تحسبا للمباراة التحضيرية أمام منتخب غانا، وسيلعبون كل مباراة في الشان كأنها نهائي. أنيس مزيان والمزيد. التركيز والثبات في آخر الخطوات قبل الدخول في غمار منافسة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين هي أبرز نقطة وقف عندها الناخب الوطني مجيد بوغرة في ندوة صحفية نشطها على ملعب براقي قبل مواجهة المنتخب الغاني وديا. هذه المباراة سي سور كو سا فا ايتغ ماتش تيست اون لا ديسيدي دو جوي غانا اون ايكيب بون ايكيب اسي سوليد باش اللاعبين يكونوا ديجا با ان ديفيكولتي مي بور سو بريباري جوستمون كونتر لو ماتش لا ليبي. ندوة صحفية ظهر فيها الماجيك متفائلا بتقديم مستوى مقبول متمنيا تشريف الجزائر واسعاد الجماهير المتطلعة. لي سوبورتير اون هورو باسكو اون سي كو لو ماتش مع لا ليبي يكون كومبلي دابري نوز انفورماسيون. Moi-même, j'ai acheté beaucoup de places direct en ligne. C'est parti très vite. Et en tout cas, Inch'Allah, qu'on a besoin d'eux. Inch'Allah, ils forchouhom. Et on a besoin d'eux. في المقابل كان الترحاب من مدرب منتخب غانا أنور والكر الذي أعجب بملاعب الجزائر والذي يرى مواجهة رفقاء حسام الدين ميريزيق مفيدة وضرورية من أجل الدخول في أجواء المنافسة. مباراة غانا أمام المنتخب الجزائري المحلي فرصة كبيرة واختبار حقيقي لنا قبل خوض منافسة الشان التي تحتضنها الجزائر البلد الرائع الذي سررنا بالقدوم إليه. ودية الجزائر غانا ستكون اختبارا حقيقي من أجل ضبط الأمور الفنية، كما ستكون الفرصة للجمهور الجزائري لاكتشاف جمالية الصرح الرياضي ببراقي. من جهته كشف رئيس اللجنة التنظيمية لبطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين رشيد وكالي كشف عن تخصيص حافلات لنقل مناصري الخضر إلى ملعب براقي. خصوا 8 نقاط من أجل يعني pour récupérer nos supporters والتسهيل لهم هي l'objectif de cette opération باش نسهلوا تنقل الأنصار للملعب، لأنه لو كان نخلوا كل واحد يجيب السيارة تاعه راح يقولوا كاين دي زومبوتياج وباش نلحقوا للملعب راح يكون فيه يعني هاد لو روتور نيجاتيف راح يولي سلبا على المناصرين، لانه باش نلحقوا للستاد نكونوا حاصلين في لي زومبوتياج. دونك الفكره كانت ان نوفروا عدد كبير من الحافلات ونا شوازي بلوزيور بوين اللي هما 8. كاين بار اكزومبل ليسبلانات تاع لي سابلات يجوا يقاريو في الباركينغ لي فامي ياخذوا لو بوس، كي يطلعوا في لو بوس يورا ان كونترول تطلع غير بلو بي تاعك، كي تطلع في لو بوس يعطوك ان تيكي باللي ركبت من الصابلات. هذاك لو تيكي وعلاش يعطوك لو تيكي؟ لانه كي تعاود تلحق للستاد في لا سورتي باش ماشي اللي جا ابي يركب في البوس واللي جا في الفيكول بار اكزومبل من الصابلات اللي جا في البوس من الصابلات ما يلقاش بلاصه باش يرجع للصابلات. واش راهو ثاني في المخطط هذا واش يكون يورا اوتون دو بوس على حساب لي سوبورتور. مباراة ودية ستكون أول خرجة لأشبال المدرب الوطني بملعب براقي الجديد بالعاصمة. الصرح الرياضي التحفة سيفتح أبوابه لأول مرة أمام الجمهور. بلال بناري. آخر اختبار لتشكيلة المدرب الوطني مجيد بوغرة قبيل انطلاق الشان سيكون أمام المنتخب الغاني على أرضية الملعب الجديد نيلسون مانديلا ببراقي.
وفيه سيحاول الماجيك وضع آخر الرتوشات على تشكيلته قبيل دخول غمار المنافسة الرسمية في 13 من الشهر نفسه على ذات الملعب أمام المنتخب الليبي. الطاقم الفني اختار منافسا قويا للوقوف على مدى جاهزية أشباله لهذا العرس الكروي، وبما أن ودية غانا تأتي أياما قليلة قبيل أولى مباريات الخضر في الشان، فإن الناخب الوطني سيحاول إيجاد التوليفة اللازمة والتشكيل الأنسب بتجريب كل عناصره للوصول إلى ما يصبو إليه في المباراة الافتتاحية أو في باقي مشوار البطولة، مع مراعاة اللياقة البدنية للاعبيه. بطل العرب سنة 2021 يعرف جيدا إمكانات لاعبيه الذين خاض معهم العديد من الوديات تحضيرا لشان الجزائر، يعول على تكرار الإنجاز العربي بإنجاز إفريقي، خاصة والمنتخب الوطني على أرضية ميدانه وأمام أنصاره. والجمهور الرياضي يرحب بضيوف الجزائر في المنافسة القارية. نستمع. فيما يخص الألعاب هذه نتاع الشان، أنا كما يقولوا هنا في الجزائر نتمنوا لها النجاح والتوفيق. الجزائر تعود من خلال هذا الشان إلى تنظيم يعني هذه المحافل الرياضية، وخاصة هذه المرة ربما التنظيم رايح يكون أحسن وفي أفضل الأحوال بوجود ملاعب يعني ذات معايير عالمية، وهذا ربما رايح يزيد من نجاح تظاهرة بتوفر هذه الإمكانيات وهذه المرافق الرياضية. كل سكان ميلا يرحبوا بكل الضيوف بكل هذه المنتخبات، حتى بالأنصار أيضا رحبوا بهم وقولوا لهم الجزائر بلد الجميع ويسع الجميع. مرحبا بكم في الجزائر. الجمهور والرياضي على تم الاستعداد لتشجيع الخضر ومناصرتهم طيلة المنافسة، ولهذا الغرض تستعد مختلف المرافق الفندقية لاستقبال الفرق الرياضية والمناصرين القادمين من ربوع الوطن وخارجه. مدينة الجسور المعلقة قسنطينة بمرافقها العصرية ومعالمها الأصيلة وكنوزها السياحية في انتظار عشاق المستديرة. من بعطش والمزيد. سيحظى ضيوف قسنطينة بحفاوة الاستقبال وتوفير جميع شروط الراحة خلال إقامتهم بفنادقها المصممة بطريقة عصرية وبمقاييس عالمية طوال التظاهرة الرياضية لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين. رانا لحقنا النمط الجديد تاع السياحه الاستثمار السياحي، رانا نرحبوا بكل السياح اللي راهم يجيو لهنا، اللي راهم يجيو على ولايه قسنطينه باش نكونوا في الخدمه. تويج الصناعه التقليديه، مجهزين برامج فيما يخص مطاعمنا والفندق فيه كل شروط الراحه. هياكل ومرافق جديدة تدعم بها قطاع السياحة بالولاية، ما عزز قدرة الاستيعاب والتي ستكون محورا أساسيا للترويج للموروث الثقافي الذي تزخر به المدينة. بالنسبة للمؤسسات الفندقية بولاية قسنطينة بلغت بتاريخ اليوم 21 مؤسسة فندقية بطاقة استيعاب إجمالية قدرها 1414 غرفة، دخلت منها أربع مؤسسات فندقية جديدة في 12 شهرا الأخير في إطار تجور هذه التظاهرة الرياضية، تنظيم معارض للصناعة التقليدية دائمة على مدار التظاهرة. كما تم بعث عديد المشاريع المتعلقة بالفضاءات السياحية حتى يتسنى للوافد التعرف على علاقة المدينة وزخمها التاريخي، والهدف إنجاح هذا الموعد القاري. فلاحيا الآن، حيث توجت جهود المصالح الفلاحية الداعمة للفلاحين بإنتاج جيد ووافر في الزراعات الاستراتيجية، وشعبة الحمضيات من الشعب الفلاحية التي تعادل بين الجودة والوفرة والعينة من ولاية عنابة مع رضا برمسين. هذه حقول الحمضيات بالبن بعنابة، ورغم شح أمطار هذه السنة إلا أنها أعطت محصولا فاق التوقعات، وهذا بفعل تفاني فلاحي هذه المستثمرة الفلاحية. طمصة عندي واحد 3 ميل، مندرين عندي واحد 800، القارس عندي 1200، كليمونتين عندي واحد 8 ميل 8000 شجر، الدوبلفين عندي واحد 2000 شجر، السونجيل تاع العصير عندي واحد 700. مديرية الفلاحة هي مرافقتنا طول على الدعم تاع لونغري والدعم تاع
للتريسيتي. حملة الجني هنا انطلقت منذ أيام، وهذرقت في أجود أنواع الحمضيات التي جاد بها الساحل العنابي. الشجرة في العام المليح تجيب لك من قنطار وطلع الفوق، سما دي قنطار وقنطار ونص، حتى الجوز قناطرة في الشجرة كدار عام مليح. هذا المشهد يتكرر في عديد المستثمرات العنابية بفعل تمدد الرقعة المغروسة بالحمضيات. تقارب مساحة المغروسة بالحمضيات 940 هكتار. نتمنى إن شاء الله يكون عندنا أن روندمون تاع 148 قنطار في الهكتار. أما الإنتاج اللي ننتظره فيه إن شاء الله بربي هذا العام حوالي 88,738 قنطار. أما عدد الأشجار البرتقال الحمضيات فهي 325,734 شجيرة، كمية تنافس بها عنابة سهول ما اتجى في تقديم ذوق متميز لحمضيات تختص بها بونا دون غيرها. من تيبازا نجاح آخر في إنتاج فاكهة الفراولة الذي يفتح آفاقا واعدة نحو التصدير، وهذا بإسهاماته في تقليص فاتورة استيراد الشتائل من خلال إنتاجها محليا وبنوعية منافسة، تقول أحلام قلمامي. هنا بأعالي ولاية تيبازا المتميزة بشريطها الساحلي وأراضيها الخصبة تقابلك هذه المشاتل الغناء بالفراولة التي فاقت 800,000 هكتار. نجاح هذه الفاكهة يستدعي عناية خاصة، بداية من الزرع السقي إلى غاية نضجها. دول السبعة أصباح نجو هنا نحو الفراولة، نقوم نديروها في البيض، نبالوها مليح، نسقموها ونديروها في الصناديق لكي نقوم ببعثها إلى السوق. نخدموا في بلادنا وعندنا منتوج مليح وفير. الفريزه هذه تبغي اللي يوقف عليها، تبغي المداومه يداويها في وقتها، يوكل لي زونغري في وقتها، والحمد لله تراب هنايا تاعنا راه ما شاء الله الحاجه اللي تغرسيها تعطيك منتوج. ثمره الفراوله التي عرفت هذا العام وفره في الانتاج حتى قبل موعد الجني المعتاد. من خلال توسيع إنتاج شتلة الفراولة سيساهم في وفرة الإنتاج، كما سيفتح المجال أمام المزارعين لتصدير المنتوج إلى الأسواق الدولية. مالفين احنا نجيبوا الشتلات من نجيبوها من الخارج، وسنا سيينا ودرنا التجربة تاعنا واستغلت التجربة لبس بها عندنا الإنتاج مالفي، وجدنا في الأواخر شهر جانفي وسنا بدنا في الديبي ديسمبر باش تكون عندنا زوج نوعيات تشدنا حتى المارس وتبقى تنقص في الكونتيتي هذه توجد. احنا دائما رانا نجتهد ونزيدوا باش يكون المنتوج تاعنا للتصدير. هي مجهودات ستساهم في انخفاض الأسعار وتوفر المنتوج المحلي، وكما يحافظ الفلاح على شتلاته لضمان إنتاج وافر تسعى المدارس القرآنية إلى تكوين نشأ مشبع بقيم الوطنية والمرجعية الدينية عبر تحفيظهم القرآن الكريم وتلقينهم علوم الدين. من ولاية تشلف كريمة لشمط والمزيد. بنشاط يستأنف هؤلاء الأطفال يومهم بترتيب أسرتهم إلى الوضوء أداء لفريضة الصلاة جماعة جمعتهم المدرسة القرآنية الرحمن في رحاب الذكر الحكيم. دروس العطلة تاعي في دراسة القرآن الكريم لاستغلال العطلة بدلا من أن أذهب إلى أشياء له. جئت إلى هذا المخيم لحفظ القرآن الكريم ولأتعلم الأخلاق والتربية. العطلة حفظت ربع ساعة بخمس ثمان. نفحت شهرين ولا سمحت بلي كاين مدرسة الرحمن ببلدية شطية ببلدية شلف دايرة مخيم شتوي لحفظ المكثف للقرآن الكريم، كنت نشارك فيه. استفدت كثير، حفظت القرآن الكريم، تعلمت أحكام تجويد، جابوا لنا ثاني أستاذة دارونا محاضرات. زاد حفظ وتلقين لأبجديات القرآن الكريم يعكف مدرسون متطوعون على ترسيخها لأطفال قدموا من مختلف ولايات الوطن ملاذا لهم في عطلتهم الشتوية. متطوع من تقرت إلى ولاية شلف
لأجل تدريس القرآن الكريم. درنا برنامج مخصص في الأخلاق والحفظ، أحكام التجويد. يعتمد على الحفظ والتركيز، يبدأوا نهارهم من صلاة الفجر حتى إلى صلاة العشاء، من تلاوة القرآن، الكريم إلى حلقات أحكام التجويد إلى بعض المأثورات. يأتينا تقرير من عند إدارة المدرسة القرآنية، يعني نكتب فيها أو ننقط فيها ما تم حفظه خلال اليوم. مخيم شتوي فتحت فيه مدرسة الرحمن بالشطية عوالم الأخلاق الحميدة المتوجة بنشأ مشبع بالقيم الإسلامية، بصمتها إقبال من وجد في تعاليم الدين الإسلامي محجة. والموعد المقبل مع ضيوف الجزائر من خارج الوطن. دورة شتوية جمعت أكثر من 50 طالب، الآن في خلال 10 أيام عندنا 5 أحزاب، 4 أحزاب، 3 أحزاب، على أن تستمر إن شاء الله. الإقامة فيها مضمونة، الإطعام والإقامة والرعاية الطبية أيضا، رعاية صحية. المدرسة قريبا ستستقبل طلبة مسافرين، طلبة بنظام داخلي من الجزائر ومن خارج الجزائر. هي المدرسة القرآنية النموذج، قطب تعليمي ومعلم ديني لكتاب الله، حافظة عبر أجيال وأجيال لمسيرة عطاء ترتل ذكرا حكيما. وبولاية إن صالح تجنى الثمار بتكريم 250 حافظا وحافظة للقرآن الكريم، وهذا تشجيعا لهم وليكونوا قدوة لغيرهم، يقول أحمد بن مسعود. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. المدارس القرآنية بولاية عين صالح نموذجا حقيقيا لتلقين القرآن الكريم وحفظه. ها هي اليوم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وتحت شعار قناديل المساجد تقيم حفلا تكريميا على شرف 250 حافظا وحافظة لكتاب الله. حصيلة تقدر ب 250 حافظ وحافظة وخاتما للقرآن الكريم، وهذا يدل على المجهودات المبذولة لمؤطري المدارس القرآنية من أساتذة التعليم القرآني وأئمة ومرشدات وأستاذات التعليم القرآني، وكذلك السياسة المبذولة المنتهجة من خلال مديرية شؤون دينية والأوقاف. وعلى هازيج قصيدة البصيري، هكذا تتم مراسم تعميم حاملي كتاب الله في أجواء إيمانية عطرة عطرها المكرمون وبدورهم استحسنوا هذه المبادرة. نشكر مدير شؤون الدينية والأوقاف لولاية عين صالح على هذا التكريم. أولا أشكر الله عز وجل أن اختارني بين الخاتمين لكتاب الله عز وجل، وأشكر شكر موصول لمعلمنا، وشكر جزيل لمشرفين على هذه المدارس، وشكر جزيل والحمد لله رب العالمين على ما وصلنا إليه. الحمد لله بعدما وفقني على أن أكون بين ختمة القرآن وحفظة القرآن. أشكر جميع من ساهم في إحياء هذا الحفل، وأتمنى أن يكون هذا الحفظ في ميزان حسناتنا إن شاء الله، والشكر موصول للجميع. كلما ازداد ارتباطك بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة استوطن السرور وتيسرت الأمور، فطوبى لأهل القرآن. وقصد تنمية مهارات ومواهب القراءة والمطالعة لدى النشأ، احتضنت المكتبة الوطنية بالحامة فعاليات أولمبياد فتيان القراءة التي تنافس فيها عدد من التلاميذ المتأهلين إلى هذه المسابقة الفكرية. المزيد مع مريم بن عبد الرحمن. استعداد، هدوء وتركيز، هكذا هو حال المشاركين في أولمبياد فتيان القراءة، لحظات قبل بدء المنافسة. أنا نحب اللغة العربية لخاطرش هي لغة القرآن، ونحب القراية لخاطرش أول آية نزلت في القرآن هي اقرأ. أحب اللغة العربية لأنها هي من أفضل اللغات. كانت المسابقة جدا حماسية ورائعة، وأتمنى للجميع التوفيق. أول حاجة حبي القراءة كان من صغر، عند عائلة لغتها لغة عربية، أحوي من صور والكتب كانت أول حاجة كتبتها فتحتها كانت الكتب.
مكين هو مشروع قرائي يهدف إلى نشر ثقافة القراءة وتعزيز سلوك المطالعة لدى الصغار والكبار. قدر الإمكان نشوفوا إجابات المتسابقين مدى صحتها، مدى تطابقها مع الإجابة النموذجية، ونختار حسب سلوك التنقيط الخمسة اللي راحين ينتقلوا بإذن الله إلى المرحلة النهائية. قسم إلى فئتين عمريتين، الفئة الأولى من 8 إلى 11 سنة، أما الفئة الثانية فهي من 12 إلى 15 سنة. يمتحن الأطفال والفتيان حول 6 مهارات قرائية، المهارة الأولى وهي القراءة السريعة، المهارة الثانية وهي الفهم القرائي، المهارة الثالثة وهي التذكر القرائي، المهارة الرابعة وهي التلخيص القرائي، المهارة الخامسة وهي التخطيط القرائي. تنمية مهارات القراءة عند الأطفال تسقلها الممارسة الدائمة، هدف يسعى إليه المشرفون على مشروع مكين، وشعارهم مستقبل قائد لفتى قارئ. في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل بعين البنيان بالعاصمة من توقيف عصابة إجرامية مختصة في الترويج للمخدرات وسط الشباب، مكونة من 5 أشخاص وحد قرابة كيلوغرامين من الكيف المعالج و60 غراما من مادة الكوكايين. تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل بعين بنيان من وضع حد لعصابة تمتهن ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمتاجرة بمشروبات كحولية بدون رخصة على مستوى إقليم بلدية عين بنيان. العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى أفراد الفرقة مفادها قيام شخص بنقل كمية من المخدرات والأقراص مهلوسة قصد ترويجها بمناسبة رأس السنة الميلادية. دوليا، وفي المغرب احتجاجات غاضبة تجتاح مدينة فاس التي ضاقت ذرعا هي الأخرى من الظلم والتعسف وتدهور الأوضاع المعيشية. خليدة حج جلالي والمزيد. تتعالى الأصوات وتتوسع معها رقعة الاحتجاجات بمدينة فاس وباقي المدن المغربية، احتقان كبير يتزايد يوما بعد يوم لأوضاع معيشية متردية، غلاء فاحش، فقر وفساد ضمن سلسلة من الفضائح. كل مرة يجتهد في استفزاز المغاربة، كل مرة يجتهد في استفزاز الرأي العام، لا هو ولا حكومة عبد العزيز أخنوش، كأن المغاربة عبيد عندهم، كأن المغاربة عبيد عندهم، كنقولها وكنسطر عليها. وهاد الدولة هاد ما بغاتش تحشم، هاد الحكومة ما بغاتش تحشم الزيادات في الأسعار، تقزيم السيد ديال التصوديف، هاد الحكومة لا شرعية لا ديمقراطية لا شعبية، اللي وصلت بالتزوير، اللي وصلت بالبلطاجة، اللي وصلت بالمال الفاسي بمساعدة المخزن، لأن النتائج تزوروا، مازال تنقولوها انتخابات مزورة، أعطتنا هاد الأصناف وهاد النماذج اللي صراحة شوهت المغرب ومازال غتشوه فيه. منظمات حقوقية تدق ناقوس الخطر باستمرار للتصدي للتراجع الممنهج عن المكتسبات الحقوقية وانتهاكات حقوق الإنسان ومجابهة الفساد والاستبداد وضمان المساواة بين أفراد الشعب المغربي في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. احتقان اجتماعي في الشارع المغربي الذي التحم وتوحد رغم القمع الممارس ضده تحقيقا للكرامة والعدالة، مطالبا المخزن بتحمل مسؤوليته تجاه التردي الخطير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المغربي والإنصات لنبض المحتجين في نيل القليل من مطالبهم المشروعة في عيش كريم. عودة إلى أخبار الوطن، حيث زارت كاميرا التلفزيون حمام قرقور بسطيف الذي يستقبل عشاق السياحة الحموية زيارة مع أحمد أبي إسماعيل. نتابع. هنا يجد الزائر ضالته،
هدوء المكان والمناظر الطبيعية الآسرة ومياه حمامها المعدني جعلت من حمام قرقور قبلة للزوار. جيت تحمم مليح لهنا، راه مليح للصحة ياسر، مليح للعظم، مليح للصدر. احنا كي يعود عندنا برونشي دائما نجيو ليه. معروف يعني حتى اللي ترونجي بين الليبيين أواخرا مع السلطات المحلية مع الوكالة السياحية تاع حمام قرقور هنايا، جاونا بزاف أجانب ليبيين، توانسة اسمه، حتى الأجانب المغتربين. إقبال المواطنين على هذا المرفق أعطى حيوية أكثر للمكان، فالجميع هنا يوفر الظروف اللازمة لقضاء أوقات رائعة والاستفادة من الأنشطة الخدماتية. نوفروا كلش، كاين كلش والحمد لله، وشو يخصنا مساحة والنشاط. عندنا حسن استقبال هنايا، عندنا لي زوتيل، عندنا الناس تكري، ديار باهيين ملاح، عندنا الراحة، عندنا الواد ما شاء الله، منطقة سياحية باهية بزاف. حمام قرقور معروفها بحمامها التقليدي ذي الصيت العالمي من خلال المياه الحموية. في هذا الخصوص بلدية قامت من أجل عصرنته بالمصادقة على مخطط التوسع السياحي الذي سيفتح أفاق واسعة للمستثمرين الخواص إن شاء الله، وسيجلب الكثير من الاستثمارات إن شاء الله، خاصة مع رقم الاستثمار الجديد. مؤهلات طبيعية وثراء سياحي، عوامل ساهمت في خلق ديناميكية اقتصادية محلية مبنية على السياحة الحموية. وجهة أخرى نقترب نوعا ما هي مقصد العائلات والباحثين عن الراحة والسكينة. تكجد لؤلؤة جبال جرجرة بمناظرها الطبيعية الساحرة، تشهد توافدا كبيرا للزوار من مختلف ولايات الوطن. عبد الجليل عباس زار وعاد بالتالي. بين أحضان هذه الطبيعة الساحرة التي ترسم لوحة فنية نادرة بجبالها الشامخة ومناظرها الخلابة، تقع مدينة تيكجدة لؤلؤة جبال جرجرة التي تعرف توافدا كبيرا للزوار والعائلات من مختلف ولايات الوطن. احنا جينا سبيسيال مول تيكجدة، راهي وجهة رقم واحد لكل جزائري، يعني عندنا مناطق ما شاء الله في الجزائر احنا ما نعرفوهمش برك. جيتها من ولاية خانشلا، يعني ما شاء الله فيها بلايص ملاح، فيها مناطق العائلات، فيها بلايص مخصص للاطفال، فيها يعني كل ما الحوايج اللي كنا نخرجوا عليهم برا كلهم كاينين في بلادنا. نجي نحوس، نجي نبدل الهواء. اللي يحب يجي هنا مرحبا به، اللي يجي لهنا ما يندمش. خويا العزيز بلاصة شابة بزاف، وشفت الحيوانات وشفت بزاف ألعاب ولعبت فيهم. المناظر الطبيعية والشجر وشغل سيرتو القرادة، منطقة توجور نجو ليها شابة، الله يبارك بالمناظر التوحة الهيلين. تيكجدة بلاصة شابة، كان وين تقعد، كان بلاصة فاميليا السكيريزي كلش، هاكا بلاصة نفتخروا بها في بلادنا. مقومات طبيعية هائلة تزخر بها مدينة تيكجدة، جعلت منها معلما سياحيا ومقصدا للزوار والسياح من كل مكان للاستمتاع بسحر مناظرها المذهلة التي ترسم لوحة جمالية تضاف لما يزخر به المعرض الطبيعي للجزائر الذي يكتنز الكثير من اللوحات الجمالية التي أبدع الخالق في صنعها. وردنا الآن خبر هلاك 8 أشخاص في حصيلة أولية إثر حادث مرور بولاية بتنة. وللمزيد من التفاصيل نربط الاتصال مباشرة مع رئيس المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي. سيدي أهلا بك، ماذا عن أسباب هذا الحادث المؤلم وما هي الخسائر المسجلة؟ مساء الخير. صحيح، حادث مأساوي بولاية بتنة في منطقة الضاية ببلدية بيطام على مستوى دائرة بليكا. تم الوفيات حصيلة أولية في مكان الحادث على إثر اصطدام عنيف بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 78. فيما يخص الوفيات فيهم أطفال صغار وأشخاص كبار في انتظار يعني معرفة هوية المتوفين. المهم، تدخل الحماية المدنية كان الساعة 19:24 يعني يتكفل بضحايا هذا الحادث. أما فيما يخص الأسباب فهو تصادم مباشر الآن في انتظار انتهاء عمل الحماية المدنية. تقوم الأسلاك الأمنية برفع ملابسات والتحقيق اللازم
مع المجتمع المباشر اللي ممكن يكون فيه يعني تهاون او تهور من احد السواق سواء تجاوز مباشر او انحراف. يعني يجب تحقيق يعني عميق حتى يتم رفع ملابسات هذا الحدث المأساوي. رحم الله الموتى ونعز عائلات الضحايا. النقيب نسيم برناوي كنت معنا مباشرة. النقيب نسيم برناوي مكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية. وبهذا الخبر الأليم ننهي نشرتنا وتابعتم فيها. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يعزي أسرة شهيد الواجب الوطني حافظ الشرطة هواري عبد الرحيم عبر حسابه الرسمي على تويتر. اعترافات للمشتبه بهم في قضية تكوين شبكة إجرامية تحريضية تحاول ضرب مؤسسة الدولة من خلال فبركة وتزييف المعلومات وتسريب التقارير وفق أجندات أجنبية معادية. نماذج ناجحة لمشاريع استثمارية منبثقة عن النوادي العلمية في المنتدى الأول للشباب بجاية ودعوات إلى ضرورة إشراك الشباب في مسيرة البناء. الناخب الوطني للمحليين يؤكد جاهزية اللاعبين بدنيا ونفسيا لخوض المباراة الودية أمام منتخب غانا غدا تحضيرا للشان. ورصد لكم التلفزيون ترحيب الأنصار بضيوف الجزائر. تابعتم في النشرة إنتاج وافر للحمضيات بعنابة بفضل سياسة توسيع المساحة المزروعة. وبيتي بازا 800,000 هكتار من مشاتل الفراولة تغطية للسوق المحلية وتوجه نحو التصدير. وبين السياحة الحموية والجبلية مقومات ومنافع طبيعية بحمام قرقور بسطيف. وبالحظيرة الوطنية لتجد مناظر ساحرة وخدمة راقية. نذكركم مشاهدينا أنه بإمكانكم متابعة شريط اعترافات المشتبه بهم في قضية تكوين شبكة إجرامية تحريضية لضرب مؤسسات الدولة عقب هذه النشرة عبر قنوات التلفزيون الجزائرية. النشرة من إخراج كمال مالك في رئاسة التحرير إيمان محجوب. تقبلوا تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله.